السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف يا أولاد مع بعض إزاي نعالج بقى خطابات الدماغ. اتكلمنا عنها نظري في المحاضرة اللي فاتت. نحلها مع بعض. بقول لك أصدر خطاب بـ 16,000 والبنك أخذ غطاء 25% وعمولة البنك 200 جنيه خصمت من الجاري، وقال لك في نهاية المدة رد الغطاء للعميل مالا. طيب نسمع كده ثالثا، يبقى التمرين كده كله معانا. ثالثا قسم خطابات الضمان. عايزين نعمل ان البنك اصدر خطاب ضمان. يبقى بعمل اول حاجه قيد اصدار، ساعات بنسميه قيد نظام، من حساب التزامات البنك عن خطاب ضمان الى حساب التزامات العملاء عن خطاب ضمان. عن خطاب الضمان ده صادر للعميل ب 16,000. من البنك صادر للعميل. رجع لك. وقال لك اخذ غطاء 25% من ال 16 واخذ عمولة واتخصمت من حساب الجاري. يبقى اخصم كده من حساب الجاري اهو، يبقى من حساب الحسابات الجارية الى مذكور ايه؟ هياخد غطاء اللي احنا بنسميه مع بعض تأمين او غطاء خطاب ضمان، اي نفس يعني تامين احتياطي غطاء ما تدفعش، واخد عموله خطاب ضمان. اخد العموله قال لك 200 جنيه، الغطاء قال لك 25% من ال 16، يعني 16 اهي ال 25% يعني 4,000. يخصم الجاري 4,200. يبقى البنك خصم من حساب الجاري الغطاء والعمولة. طيب في نهاية المدة المزاد ما يرساش على الراجل، وبالتالي بيرجع بالغطاء خطاب الضمان للبنك ياخد فلوسه. هو سايب ايه في البنك؟ سايب غطاء، سايب 25% تأمين من قيمة الخطاب اللي اتخذه، لكن العمولة هتروح عليه خلاص سواء الخطاب نفع أو ما نفعش. يبقى بالتالي اللي بيتغطي هيك هيتم مغطي التأمين وهيرد للحساب الجاري العميل. طب ردوا كده، يبقى من حساب تأمين خطاب ضمان إلى حساب الحسابات الجارية الدائمة اللي هي 4,000 تضرب للعام. طب وبالنسبة لقيد الإصدار يتلغى، بنعكسه ويلغى قيد الإصدار. اعكسه يعني، اعكسه بإيه؟ اعكسه بال 16 من التزامات العملاء عن خطاب ضمان إلى التزامات البنك عن خطاب ضمان. بتعكس بال 16 يعني. تاني كده بسرعة. البنك أصدر خطاب بتعمل قيد نظامي وساعات بتسميه قيد إصدار اللي هو القيد النظامي. التزامات البنك التزامات العملاء ال 16، ورجع قال لك إن في غطاء يعني التأمين هياخد البنك 25% وفي عمولة 200 والاثنين خصم من حساب الجاري.
ممكن العميل ما يكونش ليه حساب جاي، وبالتالي بيدفع التأمين ويدفع العمولة هنا يدفعها نقدا بدل الحساب الجاي بتدخل الخزينة زي بتاعت البنك الاسلامي. يبقى من الخزينة إلى ماسورين، تأمين خطاب ضمان وعمولة خطاب ضمان. ده ممكن يدفع نص ونص، يبقى من ماسورين خزينة وحسابات جارية إلى ماسورين تأمين خطاب ضمان وعمولة. رجع لك رد الخطاب للعميل نقدا. هنا قال رد العميل، احنا عملنا رد الخطاب للعميل لحسابه الجاري. رجع زاد في حسابه الجاري. طب لو قال نقدا بدل الحساب الجاري برضه قول الى حساب الخزينه تنقص، والخزينه لما تنقص كاصول تبقى دين من تامين خطاب ضمان الى حساب الخزينه. وطالما اطلق الغطاء للعميل يعني الخطاب انتهت المده بتاعته، يعني العميل نفذ التزاماته، وبالتالي بيرجع للتامين بنلغي القيد النظامي، يعني بنلغي خطاب الضمان وبنقطعه وبنرجعه للبنك. بكده يا اولاد يبقى راجعنا اقسام البنك التجاري، رجعنا قسم الحسابات الجاريه وزيها بيتعالج الودائع ودفتر التوفير، ورجعنا قسم الاوراق التجاريه في خدماته المختلفه نظري، وخدنا منه عمل القسم خدمه ارسال اوراق التجاريه للتحصيل، ورجعنا اخيرا قسم خطابات الضمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.